حمل أسبوع بأسبوع، بنتكلم على الأسبوع الثامن. لازم كل واحدة ست حامل تبقى فاكرة، أو أي واحدة متجوزة أو مش متجوزة تفتكر آخر أول يوم في آخر دورة، ضروري جدا بيفرق معنا، لأننا بنعمل به حساب دقيق للحمل وبعد كده ما نخشش في المشكلة دي في آخر الحمل. بنزود على التاريخ أول يوم في آخر دورة 7 أيام و9 أشهر الميلادي و14 يوم و9 أشهر في الهجري، فبنعرف الميعاد المتوقع للولادة. ايه اللي بيحصل بقى في جوه السيدة؟ حجم الرحم بيزيد زيادة بسيطة، وبيبتدي الثدي بيبقى حساس ومؤلم لأنه بيبتدي تجهيزه للرضاعة، وزيادة حجم الدم لنسبة 50%. بيحصل حاجة بقى لا تصدق. ايه الحاجة اللي لا تصدق؟ شايفين الجنين ده؟ الجنين دول، الجنين ده يعني بيبقى تقريبا 2 سم ونص. شايفين ليه عينين وليه ايدين وليه رجلين وليه عضم وليه عضلات، والعضلات دي بتنقبض، والايدين ليه كف ايد، بدأت الصابع تتشكل وصابع الرجل بدأت تتشكل، والعظام والجفون وطرف المناخير. فكل الجنين ده، واخد بال سيادتك، الجنين كامل، رغم ان الجنين بيبقى يعني طوله ما بيزيدش عن الاسبوع اللي قبله، بيبقى تقريبا 2 سم ونص 3 سم، وبيبقى في حجم حبة البصل. ايه اللي السيدة بتبقى بتعمله؟ معظم السيدات بيروحوا في الوقت ده في الحمل، بتكون هي في الشهر الثاني ما بين الثاني والثالث، فلازم تبقى عارفة ان الدكتور هيسألها على تاريخ اول يوم في اخر دورة، هيسألها على تاريخ المرض الثابت، تاريخ عائلتها الثابت، تاريخ أي أدوية خدتها أو بتاخدها بانتظام دلوقتي، في عمليات عملتها، دخلت مستشفيات لأي سبب، الولادات اللي قبل كده إيه اللي تم فيها، الموانع اللي خدتها قبل كده. فلازم تبقى جاهزة ومراجعة قبل ما تروح للدكتور، تقعد تفتكر فيه هي ووالدتها كويس. والدكتور لما بتروح بيعمل لها موجات فوق صوتية، وبيعمل لها تحاليل، وبيعمل لها مسحة مهبلية، فبتبقى جاهزة. اللي بيحصل في الحمل ده بقى ايه النصايح اللي بننصحها؟ بيبقى السيدة بيبقى البشرة الدهنية وحب الشباب، ما تاخدش العلاج اللي كانت بتعودة تاخده قبل الحمل لو كان بيجي لها الكلام ده احيانا، او تاخدها بأدوية من غير ما تتابع طبيبها علشان الدواء ما يأذيش الجنين. طب ايه دور الزوج بقى في الوقت ده؟ لو هما بيربوا قطط وكلاب يخلي بالهم، في القرار الجريء ان هما يسربوا القطط والكلاب دول ياخدوها لاي حد من قرايبه، لكن يخلي بالها الزوج بقى ان هو الاحتكاك بشراء الاكل ده، الاحتكاك بيه وشيله وفحصه، الاكل ده بيبقى يعني مش بتاع القطط والكلاب ده، خلي بالكوا كويس قوي ما تبقاش السيده على احتكاك بيه، تبقى بعيد عن القطط والكلاب للتخلص من الفضلات عشان ما يجيلهاش توكسوبلازما، اما شيل الحاجات التقيله فالزوج بيتولى. وطبعا احنا هذه قناه ما تنسوش قناه اليوتيوب، ونلتقي في الاسبوع اللي بعد كده، والسلام عليكم.